هو احنا خلصنا
المريخ في مصر القديمة الساعة 6 ورا مجمع الأديان. وده يترح لها ازاي؟ يترح لها بالمترو، تنزل محطة ماري جرجس اتجاه حلوان و أكمل متابعين يعني. طيب هتطلعوا من المترو هتلاقوا الكنيسة في الشوكو، هتمشوا يمين هتلاقوا سور أسود، بعد السور هتاخدوا شمال الشارع كله قهاوي كده، بعدين هتدخلوا شمال هتلاقوا مركز شباب، المكان بعد مركز الشباب اسمه ضربة 17-18. لو سألتوا عليه من أول المترو الناس هتمدلكوا يعني، هو مشهور. هيبتدي الساعة 6 هو ميكروفون مفتوح، هيبتدي الساعة 6 ويخلص الساعة 10، فانتوا خلصوا هنا 5، لو اتأخرتوا قوي هتخلصوا 6، فتلحقوا تيجوا يعني ممكن نشوفكوا وتطلعوا وتشوفوا بقى ميكروفون مفتوح لما يكون فيه ناس كتير قوي بتشارك نفسها بره قاعة بتفتح قلبها وبتشارك، فانتوا ممكن تيجوا تشاركوا ده، واحنا نحب نشوفكم. وانا كان عندي سؤال ثانية واحدة.